احنا مجموعه من حرائر حلب اليوم وقفنا وقفه احتجاجيه ضد الطيران الروسي اللي عم يقصفنا، عم يدمر مدارسنا، عم يدرس مدمر المشافي، عم يدمر الافران، عم يدمر الاسواق، وصار في عدد كثير كبير عندنا من الجرحى بحاجه ماسه لحتى يطلعوا برات حلب لحتى يتعالجوا، وما في حدا عم يسال علينا، العالم كلياته خذلنا وما حدا واقف معنا ولا حدا عم يسال على الشعب الحلبي اللي نحن صامدين. بس نحن بنقول لهم، نوجه لهم رساله لكل العالم، لكل شيء عم يشوفنا نحن عم نقصف نتدمر، وفي عنا اطفال ونساء عم بيقتلوا الطيران الروسي وما عم بيساعدونا، ما عم بيقفوا معنا.